对。啊，王部长你好，我是日本工作社的陈瑟。今年正值日本中国友好条约缔结40周年，两国为改善相互关系都做出了积极的努力。请问，两国领导人是否实现互访？中方怎么评价中国和日本的关系？希望今后的两国关系如何发展？谢谢。يصادف هذا العام ذكرى 40 لإبرام معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان، وبذل البلدان جهودا حثيثة لتحسين العلاقات بينهما. هل ستحقق قيادة البلدين زيارة متبادلة؟ كيف يقيم جانب الصين العلاقات الصينية اليابانية الراهنة؟ وما تطلعاته لهذه العلاقات في المستقبل؟ 中日关系每次都是记者会的那么话题之一了。但是我们看到这段时间，日本方面采取了更为清晰、更为积极的对华政策，中日关系出现了难得的改善的势头，中方对此表示欢迎。只要日方不犹豫、不折腾、不倒退，客观对待和认同中国的发展。 中国愿意与日方相向而行，我们共同推动两国关系回到健康稳定的发展轨道。 نرجو منكم أن تتعلم اللغة الصينية بجهود أكبر. وتابع العلاقات الصينية اليابانية دائما لمواضيع لهذا المؤتمر الوطني. في الفترة الأخيرة اتخذ الجانب الياباني سياسة أكثر وضوحا وإيجابية تجاه الصين، وشهدت العلاقات الصينية اليابانية زخم تحسن قل مثيله. يرحب جانب الصين بذلك طالما لا يتردد الجانب الياباني ولا يتخبط ولا يتراجع، ويتعامل مع التنمية في الصين ويتفق معها بشكل موضوعي. نحن على استعداد لبذل جهود مشتركة معه لإعادة علاقات الصينية اليابانية إلى مسار تطور صحي والمستقر. 40年前的条约以法律形式确认了正确对待历史、坚持一个中国这些中日关系正常化时所规定的各项政治原则，也明确了两国 和平共处、世代友好的大方向，不忘初心，方得始终。40年后，站在承前启后的历史关头，我们希望日方能够政治上讲信用，行动上守规矩，切实维护好两国关系的政治基础，并且把互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识真正落到实处。 我相信，只要中日关系持续改善，两国的高层往来自然水到渠成，和平友好也将重新成为两国关系的主旋律。谢谢。 يصادف هذا العام ذكرى 40 لإبرام معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان، التي قننت المبادئ السياسية المحددة لتتبيع العلاقات الصينية اليابانية، من بينها التعامل الصحيح مع التاريخ والالتزام بالصين الواحدة، كما حددت التعايش السلمي وصداقة أبدية كالاتجاه العام الذي لا ينسى منطلقه يصل إلى مبتغاه. بعد 40 عاما في هذه المرحلة التي تربط الماضي بالمستقبل، نأمل من جانب الياباني أن يفي بوعوده السياسية ويلتزم بالقواعد في تحركاته، ويحافظ على الأساس السياسي للعلاقات الثنائية، ويطبق التوافق السياسي حول كون شريك للطرف الآخر بدلا من تهديد له على أرض الواقع. أنا على يقين طالما يستمر زخم تحسن العلاقات الثنائية، ستكون زيارات رفيع المستوى أمرا طبيعيا، وسيصبح السلام والصداقة النغم الرئيسي لهذه العلاقات من جديد. شكرا.